مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من برنامج الويكاند. اليوم إلى حد نحب نعاود تحية كبيرة كبيرة لعازف الفيولون الفيولونيست غاستون على هالمحليهم الموسيقى في لي زونتراكت اللي قاعد يعمل لنا فيها. ادخلوا على الباج فيسبوك والى انستغرام نتاعو غاستون الفيولونيست او الفيولونيست غاستون. بالحق يعمل انيماسيون ياسر مزيانه بور لي زيفينمون نتاعكم. نيزيتي با ادخلوا باش تلقاو برشا فن وبرشا موسيقى. احنا رجعنا لكم في الجزء الثالث الثاني بلوتو نتاع برنامج الويكاند. بحذايا رستم ابو هلال مرحبا. شحوالك؟ سافا الحمد لله. اليوم باش نعملوا التيراج اللي نستنى فيه عندي قداش انا شاركت ان شاء الله ربي يطلع وجهي للضوء. انت وليد البريئه اللي تصير. شكون زعما اللي وليد البريئه؟ فما شكون قاعد يضحك ومانيش عارف معناها. تحسوا براءه ياسر ياسر براءه. تحس البراءه خارجه على الاخر. دونك فيديا ضحك بعديك شويه باش تعمل لنا التيراج نتاع كومفورتكس. شكون باش يربح لي دو ماتلا اللي حكينا عليهم عندنا برشا نحكيو عليهم. قمرت شي ورقتك صافي؟ والله لا قمرتها. ناري على اختي. اطون شيميك انا كي راك قربت لوراقتي طون شيميك. ما قمرتهاش تعرف ورقتك. لازم تفضحني توا رستم. دونك قبل هذايا خلينا نمشيو للشيف تحيه. طلع شكون بعثت بحذايا؟ شوف معايا شكون بعثت بحذايا. مرحبا. عندي ضيف اخر بحذايا. انا كل مره نجيب شكون يتعلم وياخو اسرار الخدمه. هنا عندي الشاورما اللي فوحتها. نجي ناخو الفيتو هذايا او ام اس ونحط شويه بالكل زيت ونحطها على مرتين على خاطر انا عملت بزيد. ناس كل تعربن على الشاورما من قبيله. الوغ نخليها التشتش اونتخ تون صافي يا جماعه. انا باش نخلط الكيك المالحه من قبيله. يسمعوا فيا نقول كيك مالحه. الكيك نتاعي بتن تن الموجه اللي طبيعي. هذايا مخدوم بالماء ماهوش بالزيت للعباد اللي معناها كوم. انا الكيك نتاعي فيه جبونات وفيه الزيت. عايد سبورتيف ما يحبش الكرا وكل شيء دونك اخترت له انت الطنلي بالماء. لو انا عندي ديجا في الريسيت تاعي عندي الزيت هذاك علاش يصلح لي يكون عندي تن بالماء تن الموجه وملح اكيليبغي وحاجه تغزر له كيفاش اونتي فصوصه كامله مرسوات ماهوش مفترش في وسط الحكه نتاعو. التكنيك نتاع الكيك هي سهله راهو حكايتها سهله برشا. يلزم نحطوا الشايح الكل مع بعضه اللي هو كي نقولوا شايح معناها الجبونات الفارينه التن اذا كان عندنا زيتون والا المكونات الشايحه اللي ماهمش ليكيد هذوك الكل نحطوهم في صحفه وحدهم. والمبلول المبلولين اللي هو الزيت العظم والحليب هذوك في صحفه اخرى وحدهم ومن بعد يتخلطوا مع بعضهم ما يجيوش من الاول كلهم فرد صحفه. هذاك التكنيك نتاع عاملين الكيك المالحه هذه. ركز كيما تشوف ركز معامله على الكراو. استنى في تاش استنى فيش تعطيني تاش باش نشكب على انيس. شوف انيس ما خرج من البلاصه هذيك كان محط فونت كوميرس. بالك ما نخرجش من بعض الشيفات حياتي. مش دخلت عليها تابت. تحب تاش؟ هي تاش. خلط لي هذوما مع بعضهم. وانا نخلط الشيحين. نفهم شي عليك يا انيس، نخلط. انا نخلط الشيحين الكل مع بعضهم اللي هما جبونات التن نحاول نفترشوا شويه خاطر التن فريمون فصوص كامله. هوني عندي تن جبن مرياح سيسيليا عندي الكغيير. الوغ جبونات نجموا تعملوا كيما تحبوا جبونات وجبونات مرياح نعرفوا اللي هما 100% حليب. وفما معناها الخاصيه نتاعو هي النكهه البنينه نتاع جبن مرياح وكونه يذوب بالقدا. هنا نخلطوا لي برودوي الشايحين الكل مع بعضهم لي زانغريديون الشايحين الكل مع بعضهم اللي هما جبونات. عندنا جبن مرياح سيسيليان بالفلفل الاكحل وعندنا الكغيير مرياح. هذا كغيير ولاو يعملوا كغيير بركه والا عندهم لي تخوا فروماج مرياح. حطيت معاه السيسيليان الغابي هذا باش يعطي برشا مطعم يعطي نكهه بنينه للكيك نتاعنا. هذوما نخلطهم مع الفارينه ما نحطش انا شفتوني ما نحطش ملح بيسكو عندي هنيه ما يكفي من املاح اللي هو مع التن شويه ومع الجبونات شويه شويه. الوغ ما نستحقش نحط شويه ملح مي باغ كونتخ نستحق نحط شويه فلفل اكحل نحطو عندك انت في الليكيد. فوالا انت تخلط لي هذاك. فوالا يحرك نحرك المشاعر الكل. فوالا هذوك تخلطوا بالقدا. توا نجي ناخذهم من عندك ونحطهم فوق الخليط نتاعي باش يوليو الكلهم خلطه واحده.
هذاك علاش انا خذيت التن اللي بلاش زيت، خذيت التن الموجه اللي بالماء، هو اللي باش يعطيني، خاطر عندي الزيت ديجا مخلط في الخليط نتاعي اللي خلطه انور معاه العظم ومعاه الحليب. شكون خلطه؟ انور خلطه. بون هذوما خلطتهم مع بعضهم. انا عندي مول نتاع دي ميني مافينز نتاع من عند سيخ، نحطهم يتيبو كوشه سخنتها 180، تشوفوا الخلطه نتاعي كيفاش متناسقه ولما روحها ما نستحقوش اكثر. وغابيد في ساعه في ساعه، كان تحبوا تزيدوا حاجات اخرى تزيدوها فوق وجهها كعبه زيتون والا اي حاجه اخرى، راه ما يقلقش. ما هذيا ديجا تخلطت وتمشي للكوشه سخنتها 180، تقعد بين 20 و 25 دقيقه تيب، طلوا عليها تشوفوها يتيب جبنها، تيب عظمها، ما فيهاش ياسر تطيب، راهي في ساعه تحضر. يزي هكا ولا يزي هكاك؟ هكا كل وحده تاخذ شويه كمشه حتى لين نهزهم الكوشه نخليه صفاء مع ضيوفنا باش من بعد يذوقوا. تعبي انت يعني هاد عليك نخدم حاجه وين نخدم حاجه اخرى اليوم. خفيف الدباره خفيفه خاطر عندي شكون يعاوني. ريت يا شيف فتحيه قداش وديتك اليوم احنا وديناك بنور عيد وانا الخميس شكون نمشي في برجليه تشوفوا صراحه الاثنين ما حصلتش. شوف تحيه بس حيلت ما حصلتش. شوفوا انيس الخميس كيفاش يتحسر لهنا، فك لك البلاصه سي بون. حسيت روحي معاكم اول مره حسيت روحي معاكم. بعد كتيب تو نافتو بوكس. هيا بي انور خليك بحذا الشيف فتحي، لازمك الاقدميه غادي. شنو؟ بالاقدميه خليك بحذا الشيف فتحي. وسط بوديتك. عمل. قدام فما الهيلثي ما غير الزيت وما غير. لا جوك احلى جو غاديك. دونك نرجعوا احنا للبلاتون، خليو انور عياد غاديك يطالب بالاقدميه نتاعو من حقه. لا من حقه. احنا نعاودوا نذكروا راهو عندنا من بعديك شويه باش نعملوا القرعه باش نشوفوا شكون ربح الزوز جريريات هذوما المزيانات، لكن قبل هذايا رستم خلينا مع مدام منال بدرة اخصائيه التجميل، تجميل النجوم والنجمات وليله العمر، شكون العروسه اللي ما تحبش تطلع مزيانه وما تنجم تطلع مزيانه كان بداياتك المزيانات؟ عايشك عايشك. اليوم قول لي منال. دونك وي اليوم باش نحكيو على التوندونس تاع المكياج الشتاء وخريف 2022. دونك اللي عندنا نبداو بالتان، معناها لو فون دو تان اللي باش نستعملوه السنة هو سي تان فون دو تان تري ليجي، خفيف برشا، يعطي لوميير للوجه. ميسالش كان سي سا كاموفل با معناها لي بيرفكسيون تاع اللي في وجوهنا، نجمو نستعملو لي كوريكتور. دونك ديما نخليو يدينا خفيفة على الفون دو تان، نعملو ان تان تخي ليجي افي لومينو، نجمو نستعملو زادا لي هايلايت اللي نعرفوهم الناس الكل، كو سو سوا معناها دي هايلايت فتحين غامقين، سا ديبون انت والوجه انت والتان. ما عادش كان الهايلايت الدوغي والبرونز، ولينا نمشيو للغوزي الغوزي البرونزر البلو، فما سا ديبون معناها من المكياج اللي لو تان اللي تحب عليه. السوفت والناتشوريل اما لومينو اكثر منه باس فون دو تان برشا لوميير في الوجه. فوالا توا ولاو يستعملوا كاريمون في دي كريم معناها دي بيبي كريم دي سي سي كريم يعطيو اون لوميير في العطان. نتعداو لي بلوش، لي بلوش زاد كيف كيف ما عادش نستعملوا تو سكي بودر، اون ايفيت تو سكي بودرو اللي يعطينا ليفي كيك. اي فوالا ليفي لي كوش هكا برشا والبودري برشا ما عادش ا لا مود. دونك ولينا نستعملوا لي بلوش كي سون كريمو معناها تبدا كوم اون كريم. que ce soit rosé, les bronzeurs. Les temps, les mchou مع البشره نتاعك ولا الستيل دو مكياج انت باش تعمل. كل بشره وشنو يمشي معاها. منين هذوكم لي كريم لي كومباكت يعطيو توش بلو ليجير كو البودر. بس سا ديبون معناها انت والكونتيتي اللي تحطها راهو. مي ديما يعطيو افيك لو تان ليجي اللي باش نعملوه كي نحطوا البلوش معناها الفراجو كي يبدا اون كريم سا دون نقعدوا في الكونتينيتي نتاع اللوميير وك الفريشور. تنجم تتحكم فيه انت باغ اكزومبل جاك برشا تنجم تستومبيه والا تبودريه هكا ولا بالبانسو ابين تنفضوا شويه يعني. دون سو لوك لا معناها لو لوك جلوي نقولوا احنا اللي يلمع اللي فيه برشا لوميير اون ايفيت البودر. ماذا بينا اون ايفيت البودر.
Voilà, donc le teint, le blush, العينين زاد كيف كيف. شفنا sur les podiums تاع la mode des couleurs très vives. شفنا الباستيل بلو باستيل على العينين، شفنا لورانج سورتو لورانج. لا توندونس هو عمني واللي بلو باستيل والفير يظهر لي في العرايس هكا. سا كونتينيو توا. اي. البايتي سني اون ايفيت ان بو لي بايت فوالا. نمشيو ليريزي ساتيني تنجم زاد البيج الغوز سا ديبون انت راهو انت والبريفيرونس نتاع الكليونت انت والبريفيرونس نتاع العروسه خاطر مش العرايس الكل راهو يحبوا البايات حتى اللي تخي يحكموا فيك زاده في الالوان بيان سور معناها البايات نجم تحطهم سا مارش با راهو صحيح سي با توجور ايفيدون فوالا دونك كيف كيف الفم لو ماكياج دو لا بوش باش يقعد جلوسي زاده الجلوس سني تري تري توندونس رجع خاطر جات عامين شويه عام العامين الاخرانيين في توسكي روج على ليفغ مشينا ياسر في المات عام ناول هكا شويه بدينا نرجعوا للجلوسي سي فري كو المات يساعد الناس الكل يتحط ما يتحركش اوني اون سيكوريتي ويغطي لي ديفو مي بون سني رجع برشا الجلوسي بور ميتر اون فالور خاطر تعرف الحر لي ليفغ بولبوز الجلوي مادامنا احنا في التان جلوي جلوي دونك نمشيو كنا في الشاينينغ فوالا فوالا دونك لو جلوسي سي تري ا لا مود سي تري توندونس دونك فما بوكو دو كولور معناها الجلوسي ماهوش كان ترونسبارون نجمو نستعملو ان روج اليفغ مات ونجمو نحطو فوقو دايوغ احنا شبعتونا معناها اللوك نتاعنا الكل هو هكا اش نحكي كل مره لوك اللوك نتاعنا الكل انا بيتي قعدت بيتش بينا رجعنا للجلوسي غوز ريتو بيج وغوز بودغي اما جلوسي ما احلاهم احلاها وبوغ لا تونو معناها اذا كان خاطري تقول لك الجلوس ماهوش باش يقعد لي سافا معناها ماهوش باش يقعد باش يتنحى باش يهبط لي هوني لا نجم تستعمل ان روج اليفغ مات اون راجوت معناها شويه جلوس باش يشدوا يعني ما يتحركش من هكا ولا ما يتحركش منين عطاتكم استيوز انا نحب نسالوا منين توندونس الحواجب المسطره ما عادش نقولوها ونعاودوها دونك الحوايج مش مسطره ناتشورال اليتا ناتشورال اليتا ناتشورال ولينا نحكيو توا كاريمون على البرو ليفت اللي هي سي اون تكنيك اللي توقف الشعره نتاع الحواجب بوغ ان فيني ناتشورال كي نعملوه احنا يقعد لنا واي واحد يجم يقدوه والا يلزم عنده دي كريتير في حواجبه فوالا يلزم عنده دي كريتير في وجهه في حواجبه في خاطر ينجم معناها يعطي ان روغار سوفاج ولا انتونس شويه وي يعطيك الصحه سا ديبون معناها انت والوجه انا هزينك الاثنين اخرى المره الجايه نحكيو على البروليفت والفوسيل والحكايات المزيانه هذوما الكل خليني نمشي انا بحذا انور عايد ما عادش نقول شفت حي نمشي بحذا انور عايد اللي فك البلاصه الانيس الخماسي خدمت البراء انور اليوم في التحريك في الفوي خدمت البراء فوالا لا هذيك سهله كوني المسكلاسيون تجي هكاك سينو باش ناكل انا باش نوريكم كيفاش خلط البيسكوي نتاعي طريقة سهلة ياسر عندي هوني فرينة سبيسيال جاتو وردة 300 غرام عليهم عليهم علي. باكو خميرة تاع جاتو هوني عندي 100 غرام زبدة متاعي مرياح نحطهم فوق بعضهم نجي عندي هوني 100 غرام سكر غلاس مع زوز باكويت سكر فاني وعندي كعبتين عظم هذوما الكل نخلطهم مع بعضهم معاهم هما باش نحط مغرفتين نتاع ماكله نبدا بمغرفه ومن بعد بالكش نزيد مغرفه ياغورت ناتوريل هذايا البات نتاعي باش نعمل الغارنيتور الحشو نتاع البيسكوي هذا باش يكون نوا كوكو اي معجون سيكام مشمش الوغ انا نخلط هذا نردو بات ونرجعوا مع بعضنا باش نوريكم الفاخس وكيفاش نعمل نفصلوا فورمه ورده ويتيب منظره كل ورده الله الله عليك يا ورده يا شفت حيه ميرسي بوكو شفت حيه والتخليط عليه انا باش نخلط اوكي بحذاك انور عايد لمحل ريت في الفاصل باش نرجعوا انور عايد وما عاد ماشي حتى حد بحذا فتحيه كان انا وفادي اكا هاو ايزي المهم انتهيت كل شيء وقت تجيب كل شيء باش تجيب وقت اللي يحضر لعبونا لعبه نيس شنو ناخذ البلاصه لعبونا لعبه نيس تعب واقفه يزمو يرجع نيسك حد يرجع سبورتيف يزمو يجري واقف يتعب اه بي شوف انور
نكملوا بعد الفاصل جي بحذين انا وفادي باش ناخذ عليكم الريليف غادي باش نقوي في النار باش كي تجي تلقى محروق دونك خلينا مدامنا رجعنا للبلاتو خلينا نقول لرستم مرحبا بك مره اخرى يا خويا فرحنا نفرحكم انا ديما موجودين اجا نحكي شويه على سوتيم ونحكي على كومفورتيكس وباش نعملوا التيراج فوالا نعملوا ريكاب على البرودوي اللي هو نتاع سوتيم نتاع الموس اللي حكينا توا برسك دو سيمان لي دونسيتي وقاعدين نوضحوا للساده المشاهدين كيفاش شنو الفرق ما بين الدونسيتي والدونسيتي هذه وكل دونسيتي نتاع موس شنو الرول نتاعها لي زاسيز لي دوسي لي زاكودوار فهمتني لي تريك الجناب نتاع الصاله شنو هما اوسي زاد رانا نحكيو زاد كل موديل نتاع صالون كانوا في التسي والا في الكوير ولا في السيمي الكوير راه فما دونسيتي معينه باش تنجم اوسي زاد كيما هو المره اللي فاتت وقت اللي فسرنا على الماجيك 25 والماجيك 30 والماجيك 35 راهو هذايا سي تان برودوي كيما تشوفوا في الكاشي نيميريك نتاع سوتيم راهو سي تان برودوي تري نيرفو كيما المره اللي فاتت وقت اللي قلت لي باش ما يقعدش ما يرخش بخلاف ما يرخش وقت الانسان يقوم ما يخليش التراس نتاعو انا سمي هذا بوغ لي سالون دو لوكس فوالا اللي يحب صاله مقديه مرتوبه هكا وديما شاده روحها ياخذ الماجيك خاطر كيما قال لك تقعد هو باش يغرق اون فوا قمت ترجع بيان ديسيني صاله بيان ستركتوري سي دو لا هوت ريزيليونس هذا اللي موجودين في البرودوي نتاع سوتيم اللي هو الماجيك 30 ماجيك 35 ماجيك 25 اش قولك كان تعداو لليد البريئه؟ خويا اليد البريئه تمد يدها البريئه باش تقوم حرك بالكدا 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 خلنا هكا نهزوه بالشفافيه اقعد لنا يا فادي باش نجمو ناخذوك عاد اقعد لنا ماله استنى استنى ما نشوف شاي والله مره والله واحده برك اي سيدي اي سيدي هذوما جاو زوز زوز هات نختار كاو اي سي بون نعاودو نرجعوهم هكا ها عملي هكا 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 اختاروا مثلي كاو قلبي يحب يربح اثنين انا راه هذه ولا هذه هذه يا رجل رحاب شبيل رحاب شبيل رحاب شبيل مبروك لي دو ماتلا 28 30 وان شاء الله يتبعونا مازلنا برشا كادوات اي عنا جمعتين اخرين باش نعملوا باك جديده سي نورمال الجمعه الجايه ان شاء الله ندخلوا في برودوي اخر ومازلنا متعمقين في سوتيم فهمتني واهم حاجه يدخلوا للباج اوفيسيال تاع سوتيم تاع كومفورتكس اي حاجه حاجتهم بها احنا تعزمنا ان شاء الله مبروك عليك يا رحاب اشبيلي كما قلنا تبعث مساج والا تكلمهم وبقدره ربي الكادو نتاعك يوصلك وين ما انت احنا خلينا نخرجوا فاصل رستم ونرجعوا علاش ليه؟ انت الحرة بين انساهم، انت الفن وانت لالاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معون الكل وما يلصقش، فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. أحسن ما في السوق يكون باقي العيلة بيجيك انتي تحملو تمنى الميدة OMS كوزيني أوترمون يا اللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا وردة سرنا المحبة تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر Deep fried chicken. أحسن
أحسن دجاجة، دجاجة المزرعة. متفاهمين؟ داند المزرعة بنة الحم، هبرة من غير شحم. الصنافة البنة الزمنية بدون مصبرات ولا مواد إضافية.